تمام، مدن صغيرة ومتوسطة ما بين مثلا 50,000 كيلو متوسط على مليون، بعدين مدن صغيرة من 50,000. فاحنا اعتبرنا بهذا الشكل هو نتيجة اعتبار انه كل تجمع سكاني يتجاوز 50,000 نسمة ممكن نعتبره حضر. ما تبقى الريف، لكن حتى الريف هون في عنا بكل منطقة حضرية الكاتشمنت ايريا تبعها، يعني منطقة السكان الريفيين الذين يتواجدون او جابيليتنج اراوند، يعني بيروحوا عليها مشان التسوق، مشان الخدمات، مشان المعاملات، مشان يعني بنفس الوقت انه قادرين انه لانه خصائص منطقة ريفية تتواجد حول عاصمة تكون مختلفة عن خصائص منطقة ريفية متواجدة حول مدينة كبيرة تتجاوز 50,000 نسمة. ودي اطول اكثر من هيك، الفكرة هون انه هذا هي المنهجية نحن المستوى الديس اجريجيشن الاجريجيشن قادرين نلعب فيه كثير، يعني ممكن حتى نقول الناس بتشوف تجمعات الحضرية إلى حد 20,000 نسمة، وممكن التجمعات الكبيرة ممكن نقسمها كمان ريف. ف هون هاي الجراف هون بس حطيت انا وضعت الرورال اوربن ديفايد حسب احصائيات الامم المتحده مع الرورال اوربن ديفايد حسب المنهجيه تبعنا، رح نشوف انه في فروقات نوعا ما بين الدول، يعني بين مثلا ناخذ اليمن بحسب الامم المتحده نسبه الخبر فيه 35% بحسب منهجيتنا ما تقول الاحصائيات الرسميه، اللي هي لها منطقها الخاصه قد تكون صحيحه بالمعتاد.